Ich freue mich, dass wir hier spielen können. Ich freue mich auf das Spiel. Ich denke, wir haben natürlich auch. أنا سعيد بوجودي هنا، سعيد بإن إحنا بنلعب هنا. أكيد دي تاني مرة أكون موجود هنا وألعب ماتش هنا. الماتش اللي فات أكيد اتعلمت منه حاجات كتير، وبالتأكيد ماتش بكرة هيبقى مختلف تماما. أنا عارف إن صن داونز عنده فريق قوي جدا، وكده كده البطولة دي بتضم أقوى فرق في القارة، لكن بالتأكيد ماتش صن داونز بيبقى دايما ماتش صعب. لكن احنا برضه جايين هنا كأبطال دوري الأبطال، احنا النادي الأهلي أكبر نادي في القارة، وبالتأكيد هدفنا دايما التأهل. عارفين ان الماتش طالما وصلت لقبل النهائي فانت بتلعب ماتش قوي، لكن هدفنا دايما ان احنا نكسب، هدفنا ان احنا نكسب الماتشين او على الاقل ان احنا نتاهل، وده هدفنا دايما. في النادي الاهلي بتبحث دايما عن الفوز وعن الانتصارات، وده هيكون هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدم ماتش كبير بكره وان احنا نتاهل الماتش اللي جاي. واول ماتش هيبقى بكره، فلازم نحن نعمل فيه كل حاجه عشان نتاهل للنهائي باذن الله. Das Ergebnis holen um für das Rückspiel dann auch gewappnet sein zu können. اكيد طبعا احنا عارفين كويس جدا اهميه المباراه بتاعه بكره، عارفين المباراه قويه جدا، عارفين صعوبه المباراه. احنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين ان احنا بكره الماتش يعني عندنا 180 دقيقه بكره الشوط الاولاني، احنا جايين هدف واحد ان احنا نتاهل. نركز بكره في المباراه بتاعه بكره، وطبعا احنا عارفين فريق صن داونز كويس واللعيبه عارفه اهميه المباراه. ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ومعانا التوفيق بكره. احنا ما عندناش اي مشكله خالص، احنا تعودنا ان احنا نلعب مع صن داونز في نفس التوقيت، احنا خلاص عارفين الفرقه عارفه ومصر كلها عارفه ان احنا على طول بنيجي نلعب في افريقيا، بنيجي نلعب في نفس التوقيت، احنا جاهزين في اي وقت ونلعب في اي وقت، والفرقه مستعده بشكل كبير جدا المباراه بتاعت بكره. وانا شايف ان مفيش اي حد يتكلم في الموضوع خالص، احنا مركزين، واهم حاجه بالنسبه لنا الهدف اللي بالنسبه لنا بكره اللي احنا نرجع بنتيجه ايجابيه عشان الماتش التاني في مصر ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب برستاوي بيكون معانا اضافه معانا في الفرقه، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض، اي حد يكون موجود احنا اي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره وبيعمل اللي بينفذ تعليمات الجهاز الفني. اكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب افريقيا اكيد طبعا بيبقى عارف الاجواء عامله ازاي، واكيد بناخد خبراته، بنتكلم معاه يعني بيتكلم مع الفرقه وبيدينا خبراته في هنا في الجو والكلام ده. بس في الاول وفي الاخر احنا فرقه واحده وهدفنا واحد، الرجوع ان شاء الله بالفوز. بس aktuell auffällig ist بس ملاحظ ان صن داونز غير طريقه اللعب، دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبه الاقوياء، نفس عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبه كويسه، فريق صعب. لكن في النهايه انا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر اكتر فينا احنا، في نقاط قوتنا احنا، في طريقه لعبنا احنا، في كورتنا احنا، وازاي ان احنا نلعب. ده المهم بالنسبه لي، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نعمله بكره. وانا متاكد ان احنا ان شاء الله بكره هنقدم هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس ان شاء الله. ماتشين بتوع سامبا اكيد احنا كنا بالنسبه لنا دي كانت اول ماتشين في البطوله الجديده، كانت اللعيبه كانت لسه بتستعد المباراه وبتستعد المباراه الثانيه، بس اهم حاجه كان هدفنا ان احنا نتاهل، وهدفنا ان احنا تاهلنا وخلاص ننسى المباراتين ونشتغل مع الجهاز الفني الفتره اللي فاتت على الحاجات اللي احنا عملناها كويس والحاجات اللي احنا عملناها مش كويس، واحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في مباراه بكره. Wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wir haben. طبعا ما كانش عندنا وقت من الماتش اللي فات الماتش ده ان احنا نحل مشكله زي دي، كانت مشكله معانا كمان من السنه اللي فاتت. لكن في المجمل ده طبيعي في الكوره ان الواحد يجيله فرص ويضيعها، ما يجيبش كل الفرص اللي بيجيبها. لكن احنا عندي لعيبه بتقدر تجيب جون، بدليل ان احنا كسبنا كل الالقاب اللي احنا دخلنا فيها السنه اللي فاتت، ده بيبين ان احنا نقدر نجيب جوان. الموضوع بيحتاج بس بعض التركيز والاصرار جوه ال 18، وانا متاكد ان شاء الله بكره ان لعيبتي هتبقى عندها الاصرار ده والتركيز ده جوه ال 18. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch so sein wird. احنا بنحترم كل الفرق يعني كمجموعه، ما بنحترمش يعني كبيره او صغير، اكيد لا